نتحدث عن استمرار احتراق المحاصيل الزراعية في العراق. احترقت المحاصيل في ناحية القيارة جنوب الموصل وامتدت إلى الشارع العام، مع محاولة الأهالي إطفاء الحرائق بإمكانياتهم البسيطة، بالإضافة إلى تأخر وصول عجلات الإطفاء التابعة للدفاع المدني. فلنشاهد. شوف خابرون على اطفائيات يقولوا متوجهين عليكم، اي توجه ماكو، اي توجه ماكو. محاصيل الزراعيه اشتعلت بالكامل من قاعده القياره الى الشارع العام. طفوها بالتنكر مالهم، طفون بالتنكر مالهم والاطفائيات اليدويه لاطفاء الحريق، والاطفائيات ما شاء الله ما جو، اي اطفائيات ماكو. هذا اللي يقول لك اكو دفاع مدني، وين الدفاع المدني؟ وينه؟ وين يلا ريد الاطفائيات وين؟ هذا التنكر بس، خلص صار التنكر، قلت له اطلع التنكر.